سبونج بوب خطف بسيط وشفيق. كمان؟ سبونج بوب سرق خزنة مستر سلطة؟ بهذا الفيديو رح نشوف سبونج بوب كما لم نراه من قبل. ثلاث ألعاب رعب سبونج بوب فيهم كائن متوحش، وهدفنا نحاول نتخلص منه. بس قبل ما نبلش خلونا نحاول نوصل هذا الفيديو ل10,000 لايك عشان نطلع ترند مرة رابعة. صراحة مش عارفة ايش الجيم اللي رح نبلش فيها، بس كل اللي بعرفه انه رح نبلش جيم سبونج بوب رعب. خلينا نبلش ونحكي بسم الله. اوه كاتبين لي ستوري من اولها، ممتاز. القصة بتحكي انه سبونج بوب اله كتير وقت مش عم بيداوم على الشغل تاعه، وكلياتنا بنعرف انه سبونج بوب بيداوم عند مستر سلطع بمطعم البرجر، فوظيفته الرئيسية انه يعمل برجر لقاع الهامور كامل. بس فجأة سبونج بوب بطل قادر انه يداوم بالمطعم، قاع الهامور غالبا بطل عندهم همبرجر ياكلوه، فهذا الشيء خلى مستر سلطع يحكي ليش سبونج بوب له فترة مش عم بيداوم؟ الأرباح انخفضت. طبعا كلياتنا بنعرف انه مستر سلطع بهمه بس الفلوس وبس، اكيد مش مهتم بسبونج بوب ليش مش عم بيداوم. فقرر مستر سلطع يبعت بسيط وشفيق عشان يروحوا يشوفوه بالبيت، بس الصدمة انه بسيط وشفيق ما رجعوا. عشان هيك قرر مستر سلطع يبلغ البوليس عشان يعرف شو صاير معهم وليش لهلأ ما رجعوا، وسبونج بوب ليش لهلأ مش مداوم. خلونا نبلش الجيم ونكتشف شو صاير مع الكل. الشرطة وصلت؟ ايش السرعة هاي؟ بس ليش عم نهاجم بيته بالاسلحة؟ جايز هذا سبونج بوب، المفروض انه لطيف، لا انتوا فاهمين خطأ، اشكالكم حلوة صراحة، أول مرة بشوف شرطة اشكالها حلوة. طيب شو بدنا نعمل هسا احنا؟ يعني احنا هسا بدنا نهاجم البيت؟ سوري سبونج بوب بس مضطرين. سبونج بوب ارفع ايدك، البيت محاصر، اطلع برا. بالغلط والله بالغلط. اعطوني مهمة، بحكي لي لازم الاقي 7 بطاريات عشان افتح باب المطبخ. اوكي يعني سبونج بوب متخبي جوا باب المطبخ. هاي تلفزيون سبونج بوب، حبيت الابتكار. الكرسي تاعت سبونج بوب جدا مميز يا جماعة، معمولة من شو بقولوا له هذا، عجل المي ولا عجل السباحة؟ انسان مبتكر. خلينا نستكشف باقي البيت. جربات سبونج بوب، وات؟ في مفتاح. لا مش مفتاح، هاي الاشي اللي بطبخ فيه سبونج بوب. في برجر معفن، شكله سبونج بوب تحول لزومبي ولا ايش؟ خلونا ندور على البطاريات وين ممكن تكون. اتوقع بهذا الممر. او ماي جاد، شوفي 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 شوفي. هي 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 هي، ايش مالك؟ ايش ما ايش الصوت هاد؟ ايش صار هلا؟ مش فاهم. هذا شبح سبونج بوب مش سبونج بوب شخصيا. اوكي لقينا اول برجرايه، البطاري صار برجر. كنت مفكره بطاريات عاديه يطلعوا بدون برجر. مستر حلزون هلو، طلعوا محنط ليكون سبونج بوب حنطه. اوكي برجرايه. اوكي حبيت التخت صراحه، احلى شيء بهالمكان تخت سبونج بوب. شو هذا؟ الحمام، الجاكوزي، وراء حمام. ليه قد عنده وراء حمام؟ مش فاهم. بسيط هلو، وين الباب؟ كيف بقدر اساعده؟ انا قتلت بسيط بالغلط؟ والله اني غبيه. ايش هاي الغرفه؟ هذا بيانو؟ لا هاي طاوله عليها برجر معفن. مش عارف كم برجراي لقيت لهلا صراحه. شو هاي الصناديق كلها؟ جماعه كاين يسرق برجر من مستر سلطع، والله اذا مستر سلطع لا يعرف ليش له. بقدر احرك الشغلات بالفرد، حبيت. اوكي او ماي جاد قتلته؟ اوكي اوكي نقزنا الحيوان. شو هذا البيت؟ شو هون؟ في حدا ميت هون. لا قاتل حدا، شفيق. لا كمان شفيق ميت. مال سبونج بوب صار متوحش فجأة؟ لا مستحيل مستحيل، في 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 اشي مسيطر على سبونج بوب يا جماعة. لا هي صاحبته اللي كان يحبها السنجابنز. هي 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 ماله ماله. اوه ماي جاد كمان عم يقتل شمشون. مال سبونج بوب عم يقتل الكل، ما بقدر اساعده. الله يرحمه الله يرحم شمشون يا جماعه. الو سبونج بوب يا متخلف. برجر اوكي، بعرفش قديش ضل صار معنا برجر، بس في برجراي هون ورا هذا الاشي. اوكي ما رحت من هذا الباب، خلينا نشوف شو ايش في. في صوت منشار. ايش هاد؟ جماعة اخذت اشي بس شفيق ميت 4 مرات. اخرس اخرس ما عزنا خاك شفيق. انا اسف ما قدرت الحقك، الحياة صعبة.
سبونج بوب بنجن على الاخر. في برجر هاي هون، اتوقع هاي اخر برجر ممكن ناخذها. اوه ماي جاد، دونت لوك بيهايند. ما ارجعش لورا، ما اطلعش لورا. مش فاهم كثير، بس سبونج بوب قتلني ولاقوا الجثة تاعتي بعد 9 أيام، وكمان أصحابي قرروا إنهم يدوروا علي بس نفس الشي ماتوا، لغاية الآن مش ملاقيين سبونج بوب. إيش صار طيب؟ جايز مستحيل، أتوقع في إلها نهاية تانية، يمكن لازم أقتل سبونج بوب. وحكالي لا تطلع لورا، بس أنا طلعت لورا. طيب أنا ما رجعت لورا، رجعت لباب المطبخ، بدي أشوف لو حطيت ال7 برجرات لباب المطبخ شو رح يصير. آه هالكلمة ما كانت موجودة. Don't try to leave على كيف أهلك هو. أوكي والله توقعت ما تكون هاي النهاية. أوكي باب المطبخ. إيش يونيت 7 ما معي؟ معقول في واحدة أنا ما شفتها؟ لازم لي واحدة 7، لأنه 1000000% في خروج من المكان هاد. أوكي في واحدة هون مش شايفتها. أوكي بتوقع حسة كلياتهم معي، ما أعتقد إنه فضل أي واحدة. أوكي رح أرجع للباب. توقعت البرجراي الأخيرة خدعة. سبونج بوب خلص صار عدوي، مع اني كثير كنت احبه، بس خلص انا وياه حنبطل اصحاب. صرت عدوي سبونج بوب يا جماعه. قولي بالتعليقات انتوا اي شخصيه كنتوا تحبوا قبل ما سبونج بوب يصير حقير زي هيك. اوكي بنروح على باب المطبخ. يلا يلا يلا. اوه هذا سبونج بوب الحقيقي. اوه ماي جاد شو صار؟ قبضنا عليه. اوه ماي جاد انتحر. لا ليش هيك عمل كل هذا عشان ما نقبضش عليه؟ اوه ماي جاد سبونج بوب ليش هيك عمل؟ اوكي مش مهم، مهم انا اطلع. طلعني. النهاية الثانية بتحكي لنا انه قدرنا واخيرا نقبض على سبونج بوب وينال جزاته، لانه فعليا قدر انه يقتل 9 أشخاص خلال 4 أيام بس، ومع هيك ما قدروا يعرفوا الشرطة ليش سبونج بوب بتغير كل هذا التغيير. كان الموضوع جدا غريب، لانه سبونج بوب اصلا شخص كثير ودود وفريندلي، مش المفروض انه يعمل هيك. فضلت القصة ليش سبونج بوب عمل هيك غامضة. بس أنا صراحة عندي رواية مختلفة عن النهايتين، إنه مستر السلطع هو ورا كل إشي عم بيصير بسبونج بوب، لأنه فعلياً أكثر شخصية تظلم سبونج بوب بالمسلسل. بالكرتون؟ أوكي. اللي معي؟ يرفع ايده بالتعليقات يحكي لي ريما صح نظريتك صحيح 1000000%. الجيم الثاني لسبونج بوب رعب. ليتس جو بلاي. آه أنا سبونج بوب هالمرة شخصياً. أنا وين طيب؟ أتوقع إني بمطعم مستر سلطع غالباً. أوكي أنا 100% بمطعم مستر سلطع، ما حدش عنده كل هاي الفلوس غير السيد مستر سلطع، ما حدا. طلع طوات. أوه ماي جاد ماله برو مالك معصب؟ المخالب تعونك أبداً مش مريحيني. بليز دونت لوك مي آت ذات. ألو مستر سلطع بليز لا تقتلني. سبونج بوب يا صديقي، هنالك أخبار جداً سيئة، لقد قمت بتخبئة لوح من الشوكولاتة. أنا مالي، وين الباد نيوز بالموضوع؟ يعني ما تخبي لوح شوكولاتة، وين المشكلة في الموضوع؟ إيش هالهبل؟ لقد فقدت لوحة الشوكولاتة هنا في المطعم. أنا كموظف بشتغل عندك، مالي ومال الشوكولاتة تاعتك. يا أخي بني آدم بخيل مضيع لوح شوكولاتة وعنده كل هاي الفلوس، اشتري واحد تاني. شوف ما أسهل الحل. ابحث عن لوح الشوكولاتة وأحضره إلي. أنا بس بدي أفهم، أنا دوري كموظف عند مستر سلطع، المفروض أحضر برجر، مش المفروض أدور على الشوكولاتة اللي هو ضيعها صح؟ اوكي همشي معه هسه حروح بيتي وما حروح ارد عليه، بس بدي اخلص من الموضوع. يلا جو. اها شكله مش حقدر اطلع غير لما الاقي لوح الشوكولاته تاعه. عندي حل، شو رايكم انا اروح اشتري له شوكولاته واخلص من الموضوع. اه واو اوكي فايند ذا شوكليت بار، بحكي لي اوجد لوح الشوكولاته. شود اوه ماي جاد شو عم بصير هون جايز؟ شو هذا المكان؟ اوه ماي جاد شو هذا؟ شو بدك؟ ايش مالك؟ قتلني! شو الوحش الغبي هذا؟ اخرس! اوكي شو الوحوش هاي اللي جوا؟ ايش المكان اللي انا فيه؟ تمام عرفنا شغله، مش لازم نقرب على الوحوش هاي، اوكي؟ ندور على لوح الشوكولاته عشان نسحب حالنا ونهرب. اوكي في هون خريطه. في اكزت بالموضوع، في مكان خروج، تمام. وانا هسه بدي الاقي لوح الشوكولاته تاعه، مضطر مش راح يخليني اهرب بدون لوح الشوكولاته تاعه. اوه ماي جاد في كل مكان. طلعوا اشكالهم. طب وين بدي الاقي الشوكولاته اذا لغايه هسه ما في الشوكولاته؟ بسرعه 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 تتحول. اوه ماي جاد هدول في كل مكان. اوكي هم فجأة بيطلعوا. شو هاي متاهة؟
اقسم بالله انها متاهه. اوه طريقي مسدود. مشكله خايفه فجاه يطلع واحد. اه الشوكولاته. اوكي ريتين تو مستر كرابس، لازم ارجع لمستر كرابس. اوه ماي جاد، ليش اصواتهم عليت؟ ليش اصواتهم عليت؟ ايش المكان هذا؟ او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، كيف بدي اعرف وين مستر كرابس؟ مستحيل اقدر. يي 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 يي، في واحد لحقني، في واحد لحقني، في واحد لحقني يا جايز. كيف بدي اعرف الطريق الصح؟ وات؟ اوكي هذا اختفى. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، شو صار؟ كيف بدي امرق؟ كيف بدي امرق؟ كيف بدي امرق؟ يا خرب بيتك. اوكي كنت مفكر اللعبه سخيفه، طلعت اللعبه اعمق مما اعتقد. مهمتنا حاليا نرجع لوحه الشوكولاته لمستر سلطع. اوه هاي شوكولات بار. اوه لقيته بسرعه، غريب. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. او ماي جاد، لازم يختفوا، لازم يختفوا هدول اللي هون. طب بقدرش اضربهم؟ على امل اني الاقي باب تاني لحتى اقدر ارجع لعند مستر كرابس منه. اوكي هذا مسكر الطريق. اوكي مبدئيا عرفت، عرفت كيف طلع، عرفت كيف طلع. اخرس انت والشوكولاته تاعتك. بس انا مضطره اني امشي لقدام، مش مضطره اني ارجع لورا حتى لو في وحش قدامي. الي بوجهك من قدامي شوي بس. اوكي لقيته، راح امشي لقدام، ما راح اخاف، 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 ما راح اخاف. تفضل خذ. شكرا لك يا بني، انت الموظف المثالي. يا عمي خلص اهلي، انا بدي اطلع من هون. اوكي خلاص طلعت بس هيك. ما حبيت بالمرة اني اكون موظف مثالي. ومستر سلطع اكثر انسان سيء. انسان؟ هو انسان ولا سلطعون؟ اوكي الجيم رقم 3 من سبونج بوب رعب. ناوي اختم سبونج بوب كامل اليوم. اوكي احنا بغابة وفي 2 اسماك عنا. احنا مش بقاع الهامور. نايس. وين انا؟ الصراحة مش عارف. وي هذا بحر؟ اوكي هاي هاي الأداة اللي بستخدمها انا. اوكي ذن شو هاي؟ شو وانا ايش في؟ في حد عم يلحقني يعني ولا شو؟ لازم اهرب؟ شو لازم اعمل؟ طيب بعدين شو الصوت هذا؟ ليه مبين انه احنا ببحر؟ اوكي كأني وقعت بالمحيط. ليه بيش في من المحيط شجر عن جد؟ انه شو شو؟ متى في من المحيط شجر؟ حاول اطلع من هون يعني ولا شو؟ او ماي جاد شو الصوت هذا؟ في اطفال. يا متخلفين ايش في؟ ايش الجيم هاي؟ طلع رجع ضحك هذا الولد. في ضو. اوكي المعلقة تاعتي. طيب بعدين ما فيش، فيش بضوي غد. اوكي المعلقة تاعتي بس مدفونة. تمام يعني انا المفروض ادور. يا اخي يا زفت الطين يا اخي، ايش الهبل، ايش اللعبة الغبية المتخلي فيه هاي. اوكي صار موضوع برعب اكثر. انا المفروض ادور في اشي هناك احمر. اوكي اتوقع هذا الخروج واخيرا. اوكي اخذت المعلقة تاعتي. هاد بيتي ولا مين؟ او ماي جاد هاد بيتي جد. ايش في؟ ليه بيتي بينحرق؟ عادي عم بقدر افوت جواته. نايس. ايش صار ايش صار ايش صار ايش صار ايش صار؟ مر هذا عم بيقرب علي. الو 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 مر الو. طيب فهموني ايش عم بيصير؟ طب ايش لازم اعمل يا جماعه؟ انا 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 انا, أنا مش فاهم شو لازم اساوي. طيب ايش اعمل يعني؟ اروح اواجهه اضربه ولا اضربه؟ Your face was stolen. وجهك تم سرقته. بلعني. اوكي
اوكي انا عادي راضيه، اسمعوا انا جد راضيه. كويت يبلعني عادي. اوكي يا جماعه هيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا حابين نلعب اكثر من سلسله سبونج بوب رعب خبروني بالتعليقات، واذا حابين تضيفوني على حساب الانستغرام حتلاقوه موجود هون على وجهي، اعمل بس سكان كود وحيوديك على الانستغرام تاعي مباشره. واذا فاضيين وعندكم كمان شويه وقت هذا فيديو ثاني لإلي بتحبوا تروحوا تحضروه موجود برضه على وجهي.